صباح الخير. في إنجيل اليوم عندنا امرأة عندها مرض، ما نعرف بالضبط شنو هو المرض. المرض أكيد كان يسبب لها انحناء في الظهر، سو ما نعرف شنو كان بالضبط المرض، لكن كان بها روح المرض لمدة 18 سنة. يوم السبت الرب كان دا يعلم في الهيكل، شافها صاحها قال لها انه محلولة انت من مرضك. سو صارت الأعجوبة، شفت من مرضها. الإنجيل يكمل بعدين الفريسيين يسألوا ليش قمت بهذا العمل في يوم السبت. ما راح أدخل تفاصيل هذا الشيء، لكن أريد أركز على نقطة معينة اللي هي كانت مريضة لمدة 18 سنة. مريضة لمدة 18 سنة، صحيح شفاها الرب يسوع المسيح، لكن هذا ما يعني أنه تألمت لمدة 18 سنة. أكيد ظهرها منحني، ما تقدر لا تشتغل لا تسوي شيء، أكيد كانت نوعا ما حتى منبوذة من المجتمع. تدرون المجتمعات الشرقية شلون احنا من واحد يكون واقع أو واحد يكون مريض أو واحد يكون بفد شيء فد مشكلة جسدية، دائما الشيء اللي نلتجئ إليه هو مع الأسف أنه نقشمر على هذا الإنسان، وشوف هذا شلون شكله. شوف أكيد كانت تعاني من كل هالمشاكل خاصة في مجتمع شرقي. ف18 سنة هي مريضة تتألم، إجا الرب يسوع المسيح بعد 18 سنة وشفاها. بكل سهولة تقدر تسأل يا رب وين كنت لمدة 18 سنة؟ 18 سنة أنا دا أعاني من هذا المرض، 18 سنة هي موجودة بالهيكل، على أكيد كانت دائما تصلي أنه الرب يشفيها، يعني الرب شافها في الهيكل ما شافها في مكان آخر أو في بيت ثاني، نو شافها بالهيكل. فإذا كانت بالهيكل أكيد كانت إنسانة مؤمنة، وحتى إذا ما كانت مؤمنة كان عندها أمل أنه هالمكان هذا يمكن يشفيها، أو يمكن كانت موجودة في الهيكل تعتمد على الصدقات اللي ينطوها الناس، ما نعرف ليش بالضبط بس موجودة بالهيكل. فتقدر تسأل يا رب وين كنت انت 18 سنة دا أطلب ودا أصلي، ويمكن رايحة أطباء عدة ما شفت، اجيت هسه دا تشفيني؟ احنا أمينا بكثير من الأحيان نسأل نفس السؤال، خاصة من يكون عندك فد مشكلة، خاصة من يكون عندك فد مرض، أو إنسان عزيز على قلبك يكون عنده مرض وده تصلي له سنين وسنين وما تشوف نتيجة. أحيانا المرض ما يروح والشخص اللي تحبه يفقد حياته أصلا، أو أنت يكون عندك مرض ما تشوف الشفاء اللي ده تطلب من الرب إنه يكون موجود، صار لك سنين ده تروح للكنيسة وده تصلي، أو ممكن أكون خطيئة معينة بحياتك ده توقع بيها صار لك سنين ده تطلب من الرب يا رب ساعدني ما أريد أسوي هذا الشيء، بس صار لي سنين ده أوقع بنفس الخطيئة وما تشوف إنه الرب ده يساعدك. كلنا ندخل هالتجربة، كلنا ندخل هذا الشيء. نقدر نسأل الله هذا السؤال، ليش يا رب؟ ليش ما كنت موجود؟ وينك؟ صار لك سنين ما موجود بحياتي، ما تساعدني. بس بنفس الوقت الرب يقدر يسأل نفس السؤال كل واحد من عندنا، كل واحد من عندنا ياخذ عمره، أنا هسه 31، يقدر الرب يقول لي صار لي وياك 31 سنة دا أساعدك، وياك دا أنطي لك النعمة اللي أنت بحاجة إلها حتى تكون قديس، وسنين هاي وانت مدى تاخذها هالنعمة، مدى تغير من حياتك، باقي على خطيئتك. ولكل واحد من عندنا هذا الشيء ينطبق، انه سنين وسنين خطيئة موجودة بحياتنا مدى نغير من حياتنا. الرب يقدر يسألك نفس السؤال، صار لك سنين دا تسوي نفس الخطيئة ودا انطي لك النعمة اللي انت بحاجة إلها، ومدى تغير أسلوب حياتك؟ صار لك سنين مخلي الكراهية مسيطرة على حياتك،
ومع العلم مع ذلك بعدني وياك مناسيك ولا راح أعوفك. حسن حظنا إنه الرب ما يسأل هذا السؤال، ما يقيس الوقت، ما يضربها بوجهنا ومثلنا. قال راح أكون وياكم إلى نهاية العالم، ما راح أترككم. شقد ما تلتجئ للخطيئة، شقد ما تكون الخطيئة موجودة بحياتك، شقد ما ترفض نعمة الرب بحياتك، الرب ما راح يعوفك وما راح يسأل هذا السؤال، ليش صار لك سنين ما تجاوبني؟ ليش صار لك سنين قلبك قاسي على الناس وقاسي على الله؟ ما يسأل هذا السؤال، يبقى يدق على الباب إلى أن تفتح الباب. فإذا الرب مدى يسأل هذا السؤال، إحنا ما نخلي ما نسأل هذا السؤال. إذا أكو صليب بحياتك، أكو مشكلة بحياتك، أكو مرض بحياتك، أكيد هذا الشيء صعب إياه، قاسي علينا، لكن لا تضيع وقتك بهذا السؤال، ليش الله مدى يساعدني؟ ليش ليش وليش؟ ودخل نفسك في الدائرة اللي ما تقدر تطلع من عدها. تسأل نفس السؤال مرات عدة، وبالنهاية هالسؤال يخليك أصلا تبتعد من الله، تبتعد من الكنيسة، وتقسي قلبك أكثر وأكثر وأكثر. فلا تضيع وقتك بهذا السؤال. مثل اللي انطانا يا رب التينة اللي ما كانت تنطي الثمار، الكرام قال لصاحب الكرم راح أقطعها، ليش تضيع الوقت؟ الكرام قال لي أقطعها، لكن اللي كان يشتغل عليها قال له انطيني مجال سنة ثانية. هذا الشيء اللي الله ينطينا إياه، يقول لنا راح نعطيك مجال بعد يوم. اليوم ما ساعدت نفسك، اليوم ما قمت بأعمال اللي كان عليك أن تقوم بها، اليوم ما حبيت قريبك، كان أكو كراهية بقلبك، اليوم قسيت على فلان، اليوم شكيت بالله، ما يخالف، اكو باكر راح اساعدك، باكر راح انطيك مجال بعد يوم حتى تقدر تصحح من حياتك، تقترب من الله اكثر واكثر. ماكو حدود وليميتس على محبه الله. الله ما مخلي حدود انه راح اساعدك سنتين وخلاص، بعد اذا ما تساعد نفسك راح اعوفك. الرب موجود ويانا إلى نهاية العالم. هذا الشيء ما يعني أنه نضيع وقتنا، ما يعني أنه نستغل رحمة الله، نقول أوكي راح أسوي شيء اللي أريده بعدين من أكبر، من أكون 60-70 سنة راح أعدل من مسيرة حياتي. لا تعتمد على هذا الشيء، لأن ما تعرف إذا راح توصل لـ60 أو 70، ما تعرف إذا اليوم هو آخر يوم بحياتك أو لا، ما تعرف إذا أحد جاء راح تكون موجودة هنا. ما تقدر تعتمد أنه أنا ما أقدر أعتمد أنه أحد جاء راح أكون أقدس. أحد ما عندنا مضامن شيء. فخلي التغيير يبدي هسه، تغيير بمسيرة حياتك، أن تعوف هالأسئلة اللي تريد تسألها، ليش الرب وليش 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 فلان شي دي يصير. حاول أنه تسيطر على قلبك، هو هذا الشيء الله اللي نطالك إياه. احمل صليبك إيش قد ما تقدر. إذا أكو مشكلة بحياتك حاول أن تحلها، صليب بحياتك حاول تحمل هذا الصليب إيش قد ما تقدر. راح توقع، أكيد راح توقع، الرب يسوع المسيح بنفسه وقع، حاول أن تقوم مرة ثانية، تكمل طريقك، تأخذ مسؤولية على حياتك، مسؤولية على تصرفاتك، على أعمالك، على قلبك. هو هذا بيتك، قلبك هو بيتك، أخذ مسؤولية هذا البيت، ما عليك بقية الأمور. كل واحد من عندنا، كل واحد من عندنا لو يقدر يسيطر على قلبه العالم راح يكون أحسن. ما تلتجئ للخطيئة، ما تلتجئ للكراهية، ما تلتجئ للأمور اللي هي تأثر عليك وتأثر على الناس اللي وياك. حاول إن المحبة تكون بقلبك دائماً، حاول أن تصحح من حياتك، والشيء الأهم تمسك بإيمانك، لا تعوف إيمانك.
حتى من 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 تكون واصل إلى مرحلة الظلام، حتى من إنه تكون واصل إنه أصلاً بعد ما تعرف إنه الرب موجود أو لا، أو الرب راح يساعدك أو لا، حاول إنه تتمسك بإيمانك، بإيمان الكنيسة اللي كنيسة تنطلك إياه وتشجعك به. فهالويكند نحتفل بعيد مار توما. مار توما تعرفون قصة مار توما، بعد قيامة الرب يسوع المسيح ظهر الرب للتلاميذ، مار توما ما كان موجود. من اجوا مار توما قالوا له انه ظهر لنا الرب بمجده وعظمته كل شيء، قال لهم ما راح اصدق الى ان اشوفه اني. فلنكون مثل مار توما، نشك بالرب الى ان اشوف نتائج بحياتي، الا ان هذا الشيء يتغير بحياتي بعدين راح اغير حياتي. لا تحط شروط على الله، ما راح تستفاد شيء من انه تحط شروط على الرب انه الا اذا الله يسوي لي فلان شيء بعدين راح اغير حياتي. ابدي غير حياتك من هسه، ما عليك بامور الثانيه. لا تكون علاقتنا ويا الرب فقط علاقه طفل من يريد يستغل الاب والام، من يريد كاندي يروح على بابا ويروح على ماما يطلب من عندهم. لا تكون هاي علاقتنا ويا الله، بس من نريد شيء نروح على الله نطلب من عنده انه يساعدنا. خلي علاقتنا ويا الرب تكون ثابتة، علاقة أبناء بس تكون ثابتة. نقدر نطلب من الله ما بيها شيء، لكن ما نكون مثل الأطفال من يطلبون شيء. أطلب فلان شيء إذا ما أقدر راح أروح بفت كورنر فت زاوية أبكي إلى أن يجي الأب أو الأم أو ينطيلي الكاندي أو الآيس كريم اللي أريده. لا تكون علاقتنا ويا الرب مثل هالعلاقة. يا رب إلا تسوي لي فلان شيء بعدين راح أصلي لك، أو بعدين راح أطلب من عندك، أو بعدين راح أروح للقداس. No. خلي علاقتك ويا الرب تكون ثابتة، خلي إيمانك يكون قوي دائما. مثل ما قلت، حتى بمحنتك، حتى بصعوبات اللي تمر بيها، خلي إيمانك يكون قوي. هو هذا الشيء الوحيد اللي باقي لك، تمسك بإيمانك. لأن من فقدت الإيمان بعد ما عندك شيء، ما عندك أساس تقدر توقف عليه، صرت أنت جوا رحمة العالم، راح تسوي أشياء اللي أنت أصلاً ما مقتنع بيها. ليش؟ لأن بعد ما عندك أساس، بعد صرت أنت في 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 بإيد الشيطان، هو اللي راح يلعب بيك بعد. فلا تخلي الأمور الصعبة، لا تخلي صليبك يخليك تفقد إيمانك. دائماً تمسك بإيمانك، مثل هالمرأة اللي كانت منحنية 18 سنة، ما نعرف شلون حملت صليبها وما نعرف شلون تعاملت ويا هذا الشيء، بس نعرف بالأخير أخذت الشفاء. إحنا همنا الصبر ضروري لنا، فلنلتجئ للكراهية وللحقد، لنلتجئ للخطيئة حتى بأصعب أوقات حياتنا نكون متمسكين بإيماننا. ودائما مثل ما قلت، حاول أن تسيطر على قلبك، هو هذا الشيء اللي عندك. ما عليك بالناس، ما عليك فلان ايش قال وفلان ايش حكى، ما عليك بهم، عليك بقلبك انت بنفسك. هذا الشيء اللي موجود لك، هذا الشيء اللي عندك كنترول عليه، قلبك، المحبة اللي موجودة في قلبك. فإذا تسيطر على هذا الشيء، كل واحد من عندنا يسيطر على هذا الشيء، العالم راح يكون بمكان أحسن، محبة راح تزيد، ورسالة الرب يسوع المسيح راح تزيد بهالعالم اللي هي أحبوا بعضكم بعضا. فنصلي ونطلب من الرب يسوع المسيح، نطلب من شفاعة مار توما. همينة دائما يمكن نتهم مار توما انه ما كان عنده إيمان، لكن لا ننسى انه مار توما آمن، قدر يغير قلة الإيمان اللي كانت عنده، طلع من 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 أورشليم، نعرف أنه بشر بالعراق وبعدين راح للهند وبشر هالمناطق كلها، أسس المسيحية بهالمناطق كلها، بالأخير استشهد من أجل إيمانه. فما نوقف بس بهاي الفقرة أنه نقول مار توما ما كان عنده إيمان، هماني ما راح يكون عندي إيمان. لا، مار توما صار عنده إيمان بعد ما شاف الرب، بعد ما الرب قال له أنه خل قوي إيمانك فعلاً. ولنقول انه حتى لو احنا شايفين الرب كان يمكن ايماننا يتغير، هذا الشيء ما يغير شيء. من تكون يكون اكو صليب بحياتك، ماكو امور تفرق، الالم هو الم. سو نطلب شفاعة هذا القديس اللي هو
أبرشيتنا باسم مارتوما، الباترياركية باسم مارتوما اللي أسس وانطانا إيمان إنه فعلاً إحنا همينا، حتى من 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 الإنسان يكون بظلام يكون عنده فعلاً إيمان، يتمسك بهالإيمان ويتقدم للقداسة خطوة خطوة. أكيد هي مو مشروع يوم وليلة، هو مشروع الحياة إنه نقدس أنفسنا ونقدس الناس اللي ويانا. آمين.